العالمي للسكر هو يوم 14 نوفمبر، وهو اليوم اللي تم فيه اكتشاف الأنسولين في 1921. وفي هذا العام وجدنا دعم كبير جدا من سند محمد بن سلمان، نتمنى له طولة العمر وبالتوفيق للجميع وتوفيق لمرضانا مرضى السكري، ونتمنى لهم الصحة والعافية. تحث هذه الفعاليات على تعزيز دور مثقفات السكري في علاج مرضى النوع الأول والثاني من السكري، كما تحفز على اتباع نظام غذائي صحي وممارسة النشاط البدني. وأخيراً جمعت أصدقاء السكري مع بعض وكونت مجتمع مترابط لدعم جميع الأطفال والكبار السكريون. تنظم الجمعية حملة على مستوى جدة تحت رعاية برنامج سند محمد بن سلمان، حملة التوعية والكشف المبكر عن داء السكري. طبعا أنا عديت صدفة وكانت الحملة شغالة والفعاليات شغالة، بصراحة حاجة هي جميلة جدا طبعا، وإدتني فرصة أن أنا أعيد الفحوصات تاني وأتأكد من حاجات كتير، وفي حاجات ما كنتش واخدة بالي منها وما فحصتهاش من فترة. أنا استمتعت وسويت رياضة وسويت حركات كثير. اليوم احنا في احدى ايام شهر السكري، وهو احدى اهم الشهور الصحيه حول العالم. نحاول قدر المستطاع مع جمعيه اصدقاء مرضى السكري ان نقدم محتوى تطوعي ومحتوى تثقيفي لمرضى السكري اللي هم اعزاء على قلوبنا وكل ذويهم، بطريقه باذن الله تعالى تنعش حياتهم بمعلومات تسهل من عمليه التعامل مع مريض السكري او حتى التعامل مع حاله السكري كشخص مصاب بالسكري. أنهيت الفعاليات بتكريم أفضل أطفال حصلوا على أفضل نتيجة في تحليل السكر على مدى العام، والذين يتم متابعتهم ضمن برامج وخدمات الجمعية المقدمة لمرضى السكر تحديدا. فالحمد لله أولا وآخرا.